صباح اليوم وفي ساعات مبكرة جدا من صباح اليوم انطلق القصف المدفعي للجيش السوداني من قاعدة وادي سيدنا العسكرية في شمال أنظرمان لتمركزها في الدعم السريع في المدن الثلاثة خرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان. بعد ذلك مع هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم عاد الهدوء مرة أخرى إلى العاصمة، هدوء حذر قد ينفجر في أي لحظة. الجيش السوداني في إجازه اليوم أمس عمليات يوم أمس حدث عن أن قوات الدعم السريع قامت بقصف عشوائي لمنطقة أبو آدم في الخرطوم جنوب الخرطوم ما أدى إلى مقتل طفل، كما قال بأن قواته قامت بعمليات تنشيط في وسط أم دربان كان على نتيجة يعني خسائر في الأرواح والممتلكات لقوات الدعم السريع. أيضا تحدث عن عمليات تنظيف يقوم بها لمناطق جنوب الخرطوم وأيضا في محيط سلاح المدرعات في جنوب الخرطوم، قامت قوات العمل الخاص بعمليات تنشيط في تلك المنطقة. في إيازي أيضا الجيش تحدث عن يعني أن القوات المسلحة في أو الجيش السوداني في ولاية الجدارة استطاع مصادرة عدد من الأسلحة البنادق القناصة التي كانت في طريقها إلى الخرطوم بقوات الدعم السريع. هذه العمليات يقوم بها الجيش بين حين والآخر يعني الإمساك عدد من الأسلحة التي يمكن تسريبها من ولايات الأخرى للخرطوم بقوات الدعم السريع. طيب سهام، تقرير لمنظمة العفو الدولية يقول إن المدنيين يعيشون رعبا لا يمكن تصوره في السودان، ربما هذا يقودنا إلى السؤال حول الحالة الإنسانية التي وصلت في السودان على أثر هذه الاشتباكات. نعم، الحالة الإنسانية في الخرطوم أصبحت مزرية جدا وتزداد سوءا في كل يوم. بالفعل المدنيين الموجودين في الخرطوم الآن هم يعني يعيشون رعبا كبيرا جدا، القذائف تنطلق عليهم من الجانبين من الطرفين من الدعم السريع ومن الجيش. حينما يشتبك الطرفان في نقطة محددة المدنيين يكونون هم يعني الضحايا لهذا هذه الهجمات. بالأمس مثلا مساء سقطت 3 قذائف في منطقة المنارة بشمال أم دربان وهي قريبة من محيط منطقة وادي سيدنا العسكرية. ربما انطلق قصف مدفعي في تلك المنطقة، ولكن سقطت 3 قذائف في حي المنارة في شمال أم دربان في مناطق متفرقة أدى إلى مقتل 3 أشخاص في الحال في وقت واحد، وبالتالي سيكون هنالك عدد من الجرحى ويعني خسائر في الممتلكات. بالفعل هنالك رعب كبير، يعني القذائف تسقط في كل وقت والطيران يمكن ان يعني يقصف في طريقه لقصف مواقع الدعم السريع، يتم قصف ايضا اجزاء اخرى تابعه للمدنيين الموجودين في الخرطوم. اشكرك شكرا جزيلا لك سهام سعيد مراسله الغد، كنت معنا من الخرطوم.